وصلت مؤشرات البورصة صعودها جماعيا في ختام التعاملات، حيث جاء بدعم من المشتريات الأجنبية، فيما اتجه المستثمرون المصريون والعرب للبيع، وبنحو 86% زاد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 في ختام الجلسة، وبنسبة مقاربة لثلث النقطة المئوية ارتفع ايضا مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة. اما مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا فربح بنسبة بلغت 46%. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر البورصة المصرية مينا بشرى مراسل أون لايف. مينا، إذا مؤشرات السوق كما أشرنا ترتفع جماعيا في الختام وبدعم من مشتريات الأجانب، ما هي قراءتكم لأداء السوق لهذا اليوم داخل البورصة المصرية؟ وربما ونحن في نهاية الأسبوع من الممكن أن تكون هناك مؤشرات أيضا على مدار الأسبوع. نعم سيد، بالفعل منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق تابعنا ورأينا استقرار جميع مؤشرات البورصة المصرية داخل المنطقة الخضراء، خاصة وأن تعاملات هذا الأسبوع اقتصرت على ثلاث جلسات. رأينا جلستين متتاليتين من التراجع الجماعي في مقابل جلسة وحيدة وهي تعاملات اليوم التي شهدت العودة مرة أخرى إلى الصعود وإلى المنطقة الخضراء لتعويض الخسائر التي منيت بها البورصة المصرية على مدار تعاملات الأمس والأول من أمس. هذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة اليوم جاء بدعم من القوى الشرائية المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات على مدار التعاملات تحديدا منذ مستهل الجلسة وحتى الإغلاق، يضاف إلى ذلك أيضا العمليات الشرائية من جانب صغار المتعاملين والأداء الجيد للأسهم القيادية. البداية مع المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 الذي ارتفع بمقدار 86% بختام التعاملات ومسجلا 13432 نقطة بختام جلسة اليوم. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني ارتفع بمقدار 30% ومسجلا 689 نقطة عند الإغلاق بدعم من القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 ارتفع بمقدار 46% ومسجلا 1564 نقطة عند نهاية التعاملات. ومن أداء المؤشرات اليوم إلى أداء الأسهم صعودا وهبوطا، فبالنسبة لأكثر الأسهم ارتفاعا ففي المرتبة الأولى جاء سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بمقدار 99% صعودا، رواد السياحة في المرتبة الثانية بمقدار 8.81% صعودا، أوراسكوم للفنادق بنحو 6.84% صعودا، المصرية للمنتجعات السياحية بمقدار 6.31% صعودا، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم سبق الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بمقدار 26% صعودا. أما بالنسبة لأكثر الأسهم انخفاضا على مدار جلسة اليوم ففي المرتبة الأولى جاء سهم العربية للمحابس بمقدار 4.17%، مطاحن مصر العليا بمقدار 4% تراجعا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية بمقدار 3.59% تراجعا، الصناعات الهندسية المعمارية في المرتبة الرابعة بمقدار 3.24%، ريكاب للاستثمارات المالية في المرتبة الخامسة بمقدار 3.1%. أيضا مع هذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة اليوم كان هناك ارتفاعا كبيرا في مستوى السيولة، خاصة أنه على مدار الفترات الماضية تحديدا قرابة الشهر بنرى استمرار في التدني والتراجع الكبير في قيم وأحجام التداول، ولكن تعاملات اليوم جاءت بارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة إلى جانب أيضا ارتفاع كبير في مستوى السيولة التي وصلت بختام التعاملات إلى مستوى 1.94 مليار جنيه، وذلك من خلال التداول على 496,172,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 27,000 عملية. أيضا إجمالي عدد الأسهم التي تم التعامل عليها اليوم وصل بختام التعاملات إلى 183 سهما، ارتفع 119 سهما وتراجع 40 سهما، وعلى مدار جلسة اليوم كان هناك ثبات لقرابة 24 سهما.
أيضا إذا تحدثنا عن مكاسب الأسهم المقيدة اليوم نتيجة لهذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة منذ بداية التعاملات وحتي إغلاق آخر جلسات هذا الأسبوع، فقد ربحت الأسهم قرابة 3 مليارات و787 مليون جنيها ليصل إجمالي رأس مال البورصة السوقي بختام التعاملات إلى 705 مليارات و391 مليون جنيها. أيضا بالنسبة لفئات واتجاهات المستثمرين اليوم من مصريين وعرب وأجانب، المتعاملون المصريون نسبة الاستحواذ لديهم اليوم وصلت إلى 68.64% من إجمالي التعاملات، وبصافي بيع وصل إلى 71.886 مليون جنيه. بالمثل اتجهت تعاملات العرب نحو البيع أيضا اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 11.11% وبصافي بيع تجاوز مستوى 549 ألف جنيه. في مقابل ذلك اتجهت تعاملات الأجانب على مدار التعاملات إلى الاتجاه الشرائي بنسبة استحواذ وصلت إلى 20.25% وبصافي شراء وصل إلى مستوى 72.435 مليون جنيه. أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات اليوم، فنتيجة لهذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة معظم القطاعات استقرت داخل المنطقة الخضراء اليوم، ولكن أنشط هذه القطاعات جاء في المرتبة الأولى قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك. بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 249 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 178 مليون سهم. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع السياحة والترفيه بمقدار 90 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 58 مليون سهم. لذلك فمجمل أداء مؤشرات البورصة اليوم بختام تعاملات هذا الأسبوع عودة جماعية لمؤشرات السوق إلى المنطقة الخضراء لتعويض الخسائر التي منيت بها البورصة على مدار تعاملات الأمس والأول من أمس. شكرا جزيلا مينا بشرى مراسل أونلايف كان معنا من البورصة المصرية.